العظام المحيطة بالعين بيطلق عليها جميعا اسم أوربت، اللي هو حجاج أو محجر العين. والأوربت عبارة عن تجويف مخروط الشكل بيحتوي على كل من الجلوبس اللي هي كرات العين، والإكستراكولر ماسلز اللي هي عضلات العين، والبلاد فيسلز اللي هي الأوعية الدموية اللي بتغذي العين، والأديبوز والكونكتيف تيشو، وده الدهون ونسيج الدم ومعظم أجزاء الجهاز الدمعي. بيتكون الأوربت نتيجة اتصال كل من الفرونتال والإسفنويد والإسمويد، ودول طبعا من عظام الكرينيوم. ومن عظام الوجه بيشارك كل من اللاكريمال والماكسيلاري والبلاتين والزيجوماتيك. كل أوربت بيحتوي على روف اللي هو سقف، وفلور اللي هو القاع، وجدار داخلي ميديال وول، وجدار خارجي لاترال وول، واخيرا الابكس اللي هي قمة الاوربت او الجزء الخلفي من الاوربت. سقف الاوربت بيتكون من الاوربتال بليت اوف فرونتال بون والليزر وينج اوف سفنويد بون. وعلى السطح الامامي الخارجي من السقف بيتواجد فصة او حفرة اسمها لاكريمال فصة، الحفرة الدمعية، ودي الحفرة اللي بيتواجد فيها اللاكريمال جلاند اللي هي الغدة الدمعية. الجدار الداخلي للأوربت بيكون رفيع جدا، وبيتكون من جزء من الفرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا واللاكريمال بون والاسمويد بون والبادي اوف اسفنويد بون. وبيتواجد على السطح الامامي من الجدار الداخلي قناة صغيرة اسمها لاكريمال جروف، بتحتوي على اللاكريمال ساك اللي هو الكيس الدمعي. وبالنسبة لقاع الأوربت بيتكون من المجزلة والزيجومة والبلاتين بونز. والجدار الخارجي بيتكون من الجريتر وينج اوف سفنويد بون والزيجومة. نيجي بعد كده للجزء الأخير من الأوربت وهو البوستيريور بارت أو ما يسمى إيبكس. بيتكون الإيبكس بشكل رئيسي من الأوبتيك كانال أو ما تسمى أوبتيك فوريمن، والسوبيريور اوربيتال فيشر والانفيريور اوربيتال فيشر. الاوبتيك كانال والسوبيريور والانفيريور اوربيتال فيشر بتسمح بدخول وخروج تراكيب مختلفة زي الاوعية الدموية والعضلات والاعصاب اللي بتوصل ما بين الاوربت والميدل كرينيال فوسة. الاوبتيك كانال بتتواجد بزاوية 37 درجة مع السيجيتال بلين، والحدود الداخلية للاوبتيك كانال هي البادي اوف سفنويد بون، وسقف الأوبتيك كانال هو الليزر وينج. أما بالنسبة للحدود السفلية والخارجية للأوربت فبتتكون من الأوبتيك سترات أوف سفنويد بون. بيمر من خلال الأوبتيك كانال كل من الأوفثالميك أرتري والأوبتيك نيرف. السوبيريور أوربيتال فيشر عبارة عن فجوة مثلثة الشكل موجودة بين الجريتر والليزر وينجز أوف سفنويد بون، بتسمح بمرور كل من العصب الدماغي الثالث اوكيولوميتر نيرف، والعصب الدماغي الرابع تروكليير نيرف، واحد فروع العصب الدماغي الخامس وهو الاوفثالميك برانش اوف ذا تريجيمينال نيرف، والعصب الدماغي السادس اللي هو ابديوسنس نيرف. وايضا بيمر من السوبيريور اوربيتال فيشر الاوفثالميك فينز. نيجي بعد كده للانفيريور اوربيتال فيشر واللي بيفصل ما بين الانفيريور واللاترال وولز اوف ذا اوربت. بيمر من الانفيريور اوربيتال فيشر احد فروع العصب الدماغي الخامس وهو الماكسيلاري برانش اوف ذا تريجيمينال نيرف. الشفه الداخليه للانفيريور اوربيتال فيشر بتحتوي على قناه صغيره اسمها انفرا اوربيتال جروف، بتمر خلال قاع الاوربت وبتصبح قناه اسمها انفرا اوربيتال كانال، بتفتح في النهاية على السطح الأمامي للمجزلة. فبنلاحظ وجود فجوة صغيرة اسمها انفرا اوربيتال فوريمن.
بالنسبة للأنسجة الرخوة للعين هنلاحظ أن الجلوب اللي هي كرة العين بتكون على شكل كروي غير منتظم. The globe of the eye has an irregular spherical shape. الجلوب بتنقسم إلى جزئين، جزء أمامي اسمه anterior compartment وجزء خلفي اسمه posterior compartment. الانتيريور كومبارتمنت عبارة عن تجويف صغير موجود قدام اللينس اللي هي عدسة العين، والجزء الأمامي بيحتوي على الكورنيا اللي هي قرنية العين، والآيريس اللي هو الجزء الملون في العين، والمحيط بالبيوبلز اللي هي حدقة العين. والانتيريور كومبارتمنت بيكون مليان بخليط مائي اسمه أكويس هيومر، وظيفته انه بيرطب العين وبيساعد في المحافظة على الضغط داخل العين. الجزء الخلفي والأكبر وهو البوستيريور كومبارتمنت موجود خلف عدسة العين ومحاط بالريتنا اللي هي شبكية العين، واللي بتتكون من طبقات من أنسجة موجود فيها فوتوريسبتورز اللي هي مستقبلات بصرية مسؤولة عن عملية البصر. الحجرة والجزء الخلفي بيحتوي على مادة شبه الجيلي أجيلي لايك سبستانس اسمها فيتريوس هيومر، ودي المادة اللي بتحافظ على شكل وقوام العين. بيتم التحكم في حركة العين عن طريق 3 أعصاب دماغية 3 cranial nerves، وهما بالترتيب كالآتي: العصب الثالث وهو الأوكليومتر نيرف، والعصب الرابع وهو التروكليار نيرف، والعصب السادس وهو الأبديوسنس نيرف. فتعال ناخد جولة سريعة كده ونعرف وظيفة كل عصب من الثلاث أعصاب. العصب الدماغي الثالث وهو الأكيوميتر نيرف بيتحكم في 5 عضلات محركة للعين من إجمالي 7 عضلات، وهما بالترتيب السوبيريور ريكتس ماسل، ودي العضلة المسؤولة عن حركة العين لأعلى، والعضلة الثانية هي الميديال ريكتس ماسل، ودي العضلة المسؤولة عن حركة العين للداخل باتجاه الأنف، والعضلة الثالثة هي الانفيريور ريكتس ماسل، ودي العضلة المسؤولة عن حركة العين لأسفل، والعضلة الرابعة هي الانفيريور اوبليك ماسل، ودي العضلة المسؤولة عن دوران العين للخارج. أما العضلة الخامسة هي السوبيريور ليفيتور بالبيبرا، ودي العضلة اللي بتتحكم في جفن العين وبتحركه الأعلى. نيجي بعد كده للعصب الرابع وهو التروكليار نيرف، وده اللي بيتحكم في السوبيريور أوبليك ماسل، ودي العضلة المسؤولة عن دوران العين للداخل. بعد كده العصب الدماغي السادس اللي هو أبديوسنس نيرف، ده بيتحكم في اللاترال ريكتس ماسل اللي هي العضلة المسؤولة عن حركة العين للخارج. العصب الدماغي الثاني وهو العصب البصري، وهو عبارة عن عصب حسي دوره انه بينقل الإشارات البصرية للمخ، يعني هو اللي مسؤول عن وظيفة البصر. طيب من حيث المكان، فخلايا العصب البصري بتنشأ من شبكية العين اللي هي ريتنا، وبتتجمع مع بعضها في صورة ألياف في الاتجاه الخلفي للعين. بعد كده بتتحد الألياف دي علشان تكون عصب كبير هو عصب العين أو الأوبتيك نيرف، واللي بيمر من خلال قناة العين اللي اسمها أوبتيك كانال الموجودة في العظم الإسفيني أو الإسفنويد بون، علشان يتجه للحفرة الدماغية الوسطى واللي اسمها ميدل كرينيال فوسا، فيتحد كل عصب مع قرينه من الجانب الآخر داخل التقاطع البصري اللي هو أوبتيك كيازم، بحيث يحصل تبادل للألياف الداخلية لشبكية العين فتتنيل إلى الاتجاه الآخر، بينما تظل الألياف الخارجية في نفس مسارها. وسبحان الله إن التقاطع للألياف الداخلية من كل عصب بيوضح لنا ازاي بيحصل ربط او تكافؤ بين العينين مع بعض في نظرة واحدة. بعد كده بيمتد عصب البصر خلف التقاطع البصري اللي هو اوبتيك كازم
على شكل أحزمة عصبية Optic Tractus، وبتمتد الأحزمة العصبية لحد ما توصل للجزء الخلفي والخارجي من السلمس اللي هو Lateral Geniculate Body of the Salamus، وبعد كده بيمتد عصب البصر من السلمس على شكل أكسونز أو محاور عصبية مكونة إشعاعات بصرية اسمها Optic Radiations لحد ما توصل للقشرة البصرية أو الفيجوال كورتكس، وهي المنطقة المسؤولة عن البصر في فص المخ الخلفي اللي اسمه أوكسيبتال لوب.